الخريزة هنحتاج عشان نعملها 4 معالق كبيرة من المية، ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، ونص كوباية من جوز الهند الناعم، 500 جرام من السميد، ونص كوباية من السكر، كوباية من السميد، ومعلقة صغيرة من مية الورد، رشة من الملح، ونص كوباية من الفستق المجروش، وشربات بارد يكون متوسط السمك. شربات بارد متوسط السمك. وللتزيين شوية كريز مسكر وشوية جوز هند ناعم. يبقى تاني 4 معالق كبيرة من المية، معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، نص كوباية من جوز الهند ناعم، 500 جرام من السميد، نص كوباية من السكر، كوباية من السمنة، معلقة صغيرة من مية الورد، رشة من الملح، نص كوباية من الفستق المجروش، شربات بارد متوسط السمك. يعني نعمل الشربات ونخليه كده لا خفيف قوي ولا تقيل قوي، ونسيبه يبرد تماما، وجوز هند وكريز للتزيين، ونبدأ نشتغل على طول. أول حاجة عايزين نعملها إن احنا نجيب بولة كبيرة، وأول حاجة هنعملها في البولة الكبيرة دي إن احنا هننقل السميد والسمنة. بنحب احنا دايما في حلويات جوز الهند بالذات نفرك، يعني الحلويات اللي فيها جوز هند وسميد، تفركوا السمنة كويس قوي بالسميد، وده بيفرق جدا في النتيجة النهائية. فاحنا هنحط، مفيش كله تمام، هنحط السمنة هنا، وهنبدأ نفركها كويس جدا بجوز الهند. هلبس جوانتي، اللي عنده اقول لكم حاجه بقى تضحك، اللي ايده مثلا جافه شويه من المواعين، من التنظيف، من اي حاجه، يفرك بايده، عشان بعد ما يفرك بشويه السمنه دول هيلاقي ايده ما فيهاش اي حاجه. يعني السمنه بتخلي الايد طريه جدا جدا جدا، مجرد ما تغسلوها هتحسوا كانكم عملتوا لها بقى ماسك وسكراب وكل حاجه في الدنيا، بس هو كل موضوع انكم مسكتوا سمنه بايديكم، فهي طبعا عشان ماده دهنيه عاليه جدا. يلا بينا هنعمل ايه؟ بكف ايدينا كده هناخد نفرك السميد بالسمنه، ومع حراره الايد طبعا الفرك بيتم بكل سهوله. مش عايزه اشوف اي سميد ناعم، عايزه الاقيه كله مرمل، كله مرمل. وطبعا احنا ممكن نستخدم مضرب بيض وكل حاجه، بس انا بحس يعني انها مش من الحلويات اللي محتاجه اي حاجه اكتر من ايدي. نفرك ونبس لحد ما نلاقي كل السميد. بصوا بقى عامل ازاي، زي الرمله الصفراء المبلوله، ده بالظبط المنظر اللي انا عايزه اشوفه. لما اشوف المنظر ده هعمل ايه؟ هاجي اخد السكر، جوز الهند، انا بعملها بطريقه بسيطه جدا على فكره وبتطلع ممتازه، ميه، مية الورد، في ايه يا نور؟ وعسل الجلوكوز. هبدأ أفرك كويس جدا، كله يتخلط حلو قوي. ولو حسيتوا انها محتاجه شويه ميه ممكن تزودوا، مفيش اي مشكله، لكن هي الحقيقه اهي، مجرد ما هتتحط في طبق هتتضغط عادي جدا. لما دام وصلنا للقوام ده، بصوا انا لما بضغطها كده بايدي بتثبت، ما بتبقى حته واحده، يبقى انا كده تمام. اجهز طبق او صينيه وابدا ارص البسيمه فيه. محتاجه طبعا الطبق او الصينيه اللي هعمله ده ادهنه بالسمنه، عندنا بوله سمنه زياده يا ولاد؟ ماشي، هاتولي بوله سمنه قبل ما اجيب الطبق. طب هو فين؟ شفته، خلاص شكرا، احنا دهنينه بالسمنه اهو. وهنبدا نعمل ايه؟ هناخد الخليط ده
ونبدأ نضغطها في الصينية، وهنيجي كده بايدينا نبدأ نوزع كويس. هاجي على الوش، انا بحب اجي على الوش واحط شويه ميه، بساوي بيهم الوش بس قد 3 معالق كبيره كده، وبجيب معلقه. حاضر، ممكن نعمل نفس اللي انا عملته ده بشويه سمنه برضو. بصوا الميه بتساعدني ان انا اساوي الوش كويس قوي. ايه؟ لا 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 ولا اي حاجة، بالهداوة كده. هتلاقوا الوش مبقاش فيه علامات الايدين وبقى متساوي. تقدروا تعملوا ده بكعب كوباية لو عايزين، او بكعب بولة. وبس كله بقى تمام. نفضل ماشيين بالمعلقة كده واحدة واحدة لحد ما نلاقي ان الوش كله زي ما احنا عايزين، وانا شايفة ان هو كده تمام جدا. فرننا سخن طبعا على درجة حرارة 180، وهندخل دلوقتي الهريسة تستوي. فل. عايزين تقطعوها من دلوقتي ممكن، بس انا يعني بحس ان ما فيش داعي فبقطعها بعد ما تستوي. درجة الفرن 180 وسخن، وهندخل دلوقتي الصينية بتاعتنا تستوي فيه برضو على درجة حرارة 180. اسفل الهريسة بتاعتنا في الفرن، ويعني ايه شكلها هيبقى امر ان شاء الله. واول ما تطلع كده نسقيها الشربات وهنروقها اخر روقان. بصوا بقى اقول لكم على حاجه تركية في الهريسه، اللي بيحب الهريسه بتاعته ماسكه نفسها شويه تطلع حته كده هيسقيها بشربات بارد، اللي بيحبها مفرفطه كده ودايبه وما يعرفش حتى يمسكها هيسقيها بشربات سخن. فانتوا اللي هتقرروا انتوا عايزين ايه. انا شخصيا بمزح حبه دايما، انا من مدرسه ماسك العصايه من النص بس، بس ايه شربات دافي. فممكن الشربات بتاعها يا نور نخليه دافي. سامعيني يا ولاد؟ ماشي. شربات ال لا الهريسه اللي عملناها اوريدي. عشان نعمل ايه البسيمه محتاجين كوبايتين جوز هند ناعم، وكوبايه دقيق بيضه، ومعلقتين كبار من الزبادي، نص كوبايه من السمنه، معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعلقتين صغيرين من سائل الفانيليا، ورشه من الملح، ولو احتاجنا لبن. لعمل الشربات هنحتاج كوبايه سكر وكوبايه ميه ومعلقه صغيره من سائل الفانيليا، عصره ليمون للشربات عشان ما يسكرش بس، وهنزينها باي حاجه تحبوها، ممكن مثلا فستق مجروش وجوز هند ناعم. ويلا بينا نبدا نشتغل على طول. مبدئيا انا عايزه احط الشربات بتاعي ده على النار عشان ايه ننساه، يعني نحطه على النار وما نركزش معاه. ادي الميه، ادي السكر، ولا الفانيليا ولا الليمون هيتحطوا دلوقتي. نرفع كده هنا على النار يلا. تمام، الشربات على النار وهننساه. يلا بينا نشتغل بقى في خليط البسيمه نفسها. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد بوله هنخلط فيها كل الحاجات السايله.
هنا في البوله الصغيره دي هاخد السمنه الفانيليا البيضة الزبادي. زي الفل، نشيل الحاجات الفاضية وهنرجع نضرب الحاجات دي مع بعض. سريع، مش محتاجين يعني نضرب جامد قوي ولا نقعد ساعة نضرب فيها، لا. وهنيجي هنا في البولة دي نخلط المكونات الجافة. ادي الجوز هند، ادي الدقيق، البيكنج باودر، وطبعا حاجة شبه الكيكة تبقى على طول رشة ملح. لسه اللبن سايبينه على جنب، مش عارفين هنحتاجه ولا لا. حطيت هنا على خليط الجاف، الخليط الجاف طبعا انا قربته بمضرب سلك او قلبته بمضرب سلك علشان اطمن ان كل المكونات الجافه اتوزعت بعداله على بعضيها، يعني البيكنج باودر انتشر، الدقيق انتشر، كل حاجه انتشرت. وهبدا اضرب دلوقتي، انا باجي كده اضيف شويه لبن. انا ليه ما ضفتش اللبن من الاول يا جماعه؟ حد هيقولي طب ما تحطي اللبن مقدار وتضيفيه من الاول وخلاص. تصدقوا بقى ان انا اكتشفت يعني مع التجارب والخبره ان انواع جوز الهند بتفرق جدا جدا جدا. في انواع بتبقى زيتيه جدا ما تجففتش قوي بتحتاج لبن قليل، وفي انواع بتبقى ناشفه قوي بتحتاج لبن زياده. فعشان كده مش عارفه احط لكم مقدار بالظبط للبن، لان انا ما اعرفش جوز الهند اللي انتوا هتستخدموه هيبقى عامل ازاي. انا نفسي ما ببقاش عارفه جوز الهند اللي هيجي لي النهارده هيبقى عامل ازاي، فبخلي مقدار اللبن بره ونزود على قد الحاجه. احنا عايزين نعمل خليط كيكه، فاكيد كله عارف قوام الكيكه عامل ازاي. هنشوف دلوقتي مع بعض. نبدا نضرب. انا ضفت مقدار الحليب كله، مقدار الحليب اللي انا احتاجته كان تقريبا كوباية. طبعا انا معرفش حضراتكم هتحتاجوا ايه، فزي ما شفتوا كده زي ما انا عملت بالتدريج. فين الصينية المدهونة سمنة يا ولاد؟ ماشي، يلا بينا. صينية جميلة مدهونة سمنه، وهنزل فيها الخليط بتاعي اللي زي ما انتم شايفين قوامه عامل زي الكيكه، كيكه الزبده مش كيكه الزيت. اللي بيحبها اخف من كده ممكن يزود لبن، مفيش اي مشكله، بس طبعا ما نبالغش، يعني احنا بنزود على قد ما احنا محتاجين مش اكتر. ونبدا نفردها. في الصينية بالشكل ده. وانا بحب اعمل ايه بقى؟ بحب اجي على الوش كده زي ما عملت شوية مية، وشوية المية دول هبدأ امشي بيهم الوش اسويه برضو. يلا بسيط، او انا واقفه كده
بصوا شايفين المية بتوش بتظبط الوش ازاي؟ نظبط الوش خالص. ونخليها بقدر الإمكان متساوية السمك عشان السوا يبقى مظبوط. وادي البسيمة جاهزة على الفرن. يلا بينا. 180 برضه، 180 في فرن سخن. يلا بينا. وادي الصينية دخلت فرن سخن درجة حرارة 180 حرارة من فوق وتحت وشغالة. الله ينور. وفوق عيني طبعا هنا مع برضو الهريسة ما انساهاش. وادي يا جماعة خدوا بالكم سخن مولع. وادي تاني وصفة معانا اتعملت. الشربات على النار بيغلي، ولما يوصل لسمك متوسط لسه عايز غلوتين كده ولا حاجة هشيله من على النار. كلمة في منها يعني نسختين، نسخة اللي كنا عاملينها السنة اللي فاتت او عملناها قبل كده مثلا اللي بتبقى ينفع امسكها بايدي اعملها عجينة، وفي نسخة تانية اللي هي قريبة اكتر من بتاعة المحلات اللي ممكن اعملها بكيس حلواني. فاحنا هنحول النسخة اللي احنا بنعملها لان هي تكون نسخة كيس الحلواني. فعشان نعمل كده هنعمل ايه؟ هنزود لها سمنة وهنزود لها كمان بيضة، عن البيضتين هتبقى ثلاثة. فتعالوا نقول المقادير ودخلوا لي البيضة من فضلكم، ودخلوا لي بولة سمنة كمان إذا مش موجود هنا. أوكي يلا. كوبايتين جوز هند، جوز هند متوسط النعومة، ثلاث بيضات، نص كوباية من السكر، وحليب مكثف محلى. ممكن بقى لو انتوا عايزينها تبقى ماشيه معاكم في كيس الحلواني تقللوا مقدار السكر شويه وتزودوا مقدار الحليب المكثف المحلى. معلقه صغيره من سائل الفانيليا، رشه من الملح، معلقتين كبار من الدقيق، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وللتزيين كريز مسكر وشويه فستق مطحون. يلا انا مستنياكم في ال بتهزري. هنشيل الشربات من على النار، ده الشربات اللي غلي. هنحط له الفانيليا ونقطة ليمون بس، ونسيبه كده على جنب لوقت الاستخدام. ويلا بينا نبدأ في الشكلمة. البيض اللي عندي في البولة يعني مش صغير، كبير شوية، فأنا هستخدم بيضتين بس، لو احتجت أبقى أزود. يلا بينا. هنحط هنا البيض، الحليب المكثف المحلى، اجيب بس سباتشولا، يلا بينا. بنزله كله بسباتشولا عشان هو بيبقى لازق في البولة. هحط كمان سمنة، وهضرب معاهم شوية سكر. مش هحط السكر كله دلوقتي، حط نص مقداره بس. ومعاهم كمان الفانيليا، نعم هنبدأ نضرب الكلام الجميل ده كله بمضرب البيض.
وهاجي في بوله ثانيه اخلط المكونات الجافه. عندي هنا جوز الهند، هحط كمان شويه الدقيق وشويه البيكنج باودر. انا كمان بفضل احط رشه من الملح، وهخلط كل المكونات الجافه بمضرب سلك. تقليب تقليب تقليب، نوزع كل حاجة على بعضيها. وهناخد المكونات الجافة دي ننزلها على الخليط السائل اللي احنا كنا عاملينه ونبدأ نضربه. يعني ان انا عايزة اديها كده لمعة بمعلقة سمنة كمان، فهجيب معلقة سمنة اضيفها عليها هضرب تاني. تمام قوي كده. يلا بينا نبدا ننقلها لكيس الحلواني، لان احنا اتفقنا النهارده احنا مش هنعملها اللي بتتشكل بالايد، احنا هنعملها بكيس الحلواني. نجيب بس الاكياس. لا لا احنا تمام. يلا بينا ونشوف كده من اشكال البلابل هناخد ايه. ما تاخدوش واحده ضيقه قوي عشان دي عجينه تقيله، فيعني ايه ماشي ممكن ناخد دي. حلو، بصوا النجمة الواسعة دي اللي انا هستخدمها، شايفين بجيبها لكم من كل الزوايا عشان شكلها يبقى باين. يلا بينا نعمل ايه. نحط العجينة هنا. يلا بينا ناخد العجينة ننزلها في الكيس. ادي العجينة كلها هنا، وانتوا عارفين انا بحب اعمل كيسين مش كيس واحد، عشان لو واحد اتقطع يبقى التاني مأمني. بجيب مقص بس واحط البلبلة عادي. عادي، دي ظروف إنسانية، المفروض الشعب يحس بيا مش كده ولا ايه؟ يلا تعالوا نشيل كل الفاضي عشان نشتغل بوضوح وتبقوا شايفين كل حاجة بتحصل. قدامنا صينيتنا عليها مفرش سيليكون، وطبعا احنا عندنا مقدار من السمنة كبير في الشكلمة وحاطين مفرش سيليكون. متهيألي اللون كده تحفة. وهسقيها شوية شربات وهي سخنة كده، الشربات دافي. أنا عارفة أنا عارفة أن عندك مشكلة. يلا
اه والله يا ابني. اه بس انا بحبها تفضل طرية، فهعمل ايه؟ هغطيها. اي حاجة اطلعها من الفرن اغطيها بتفضل طرية. انا هغطيها كده بورق فويل لحد ما نيجي نقدمها في اخر الحلقة. لقيتها مثلا عليها شقوق في الوش شوية، عادي جدا، لان احنا مستخدمين حاجة فيها سميد وسمنة كتير، ف ولا اي حاجة ما يفرقش اصلا. تكون طبعا انا كالمعتاد جامده جدا على ايديا، بس هو بحاول معاكم، انتوا عارفين ايدي ضعيفه جدا. بس بحاول. يلا نكمل صف ونطلع. هم عايزين نطلع فاصل، صعبان عليهم عشان هم عارفين ان انا اكيد ايديا جايبه اخرها، بس انا عايزه اوريكم بصراحه. وردات كده باي شكل، ما تقعدوش بقى تشغلوا نفسكم قوي بان هم يطلعوا بيرفكت، لان هي شكلها في الاخر لما بتستوي ما بتبقاش بيرفكت اصلا. فهطلع فاصل شويه، حد يساعدني في رص بقيه الصينيه عشان ايديا ايه صوابعي خلاص بتعيط. وانا حطيت للبسيمه شويه شربات، ولا هو ساقع ولا هو سخن، يعني ايه في درجه حراره الغرفه كده زي ما بيقولوا. هسقيها وبرده هغطيها، انا لسه مطلعاها من الفرن حالا. بعد اذنك نستلف ده منك. والقمر دي خلاص هنقدمها، هوريكم لما هقطع لكم منها دلوقتي، اوريكم هي جوسي وجميله ازاي من جوه. انا بحب دايما اقفل عليهم وهم سخنين، ده بيطريهم ويخليهم كده فاهمين، عارفين لما تيجوا تقطموها كده تلاقوها ملبده كده ومليانه عسل. هي التقفيله دي بتسبب ده جدا، لما بتفضل مفتوحه بتنشف شويه. وما تسووش قوي حلويات جوز الهند، يعني خلوها كده ايه، يعني ثلاث ارباع سوا كفايه. تعالوا نقطع حته نشوف. عايزين احنا عندنا مقطع؟ يلا هاتوا لي مقطع. تعالي استنوا هتعامل، تعالوا نقطعها اصلا كلها الاول. لا ده عايزه مقطع مش مشرشر. ندي تقطيع الأول. يلا عايزه بس اوريكم حته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول حته بتتقطع لازم تبوظ فده معروف. تعالوا نشيل الجنب الزقنطط ده. الله انا احبها بقى كده، ما احبهاش ماسكه نفسها ابدا. لو ماسكه نفسها بالظبط ما تبقاش مظبوطه. بصوا من جوه، بصوا الترميله، وبصوا هي شاربه الشربات ازاي، شايفين ده كده نعرف ان احنا هناكل واحده مظبوطه جدا. انا هرجعها، مش قادره اقاوم بعد اذنكم يعني. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده الشكلمه بتاعتنا اتلسعت، معلش سرحت في الكلام.
بجد عاجبكم؟ طب اهي عاجبهم شكلها، بيقولوا لي مقلمه. اتلسعت مني سنه صغيره في الفرن. القرمشه يا جماعه الموضوع فظيع هنا، الاركان بقى مقرمشه والجناب طريه وحاجه عظمه. ممكن تاخد شربات زياده لو انتوا بتحبوا السكر زياده. الله الله الله، تعالوا نسيب الشكلمه تبرد ونزوق ونقدم بقيه الحاجات. حاجه طالعه سخنه في البيت برضو موضوع تاني. يلا بينا، انا هلصم كده الحته اللي نعكشتها دي عشان الصينيه يبقى شكلها محترم في التقديم. هرش على الوش شوية جوز هند وشوية فستق. فل كده، ادي اول صينية. ناخد تاني صينية، ممكن نحط فستق بس على كل مربع. يلا ممكن نحط كمان مع حتت الفستق كريز مسكر. بناخد الكريز ده بقى مشكلته ايه؟ لزق في الايدين. يا عم اثبت يا عم. واحدايه على كل واحده. اخر صينيه معانا اهي اللي انا قفلت عليها عشان تشرب الشربات وتطرى. ممكن جدا نزوق بس الوش برضو يا حمدي في ثواني. مش هطلع اي حاجة من الصواني، هو التقديم البلدي بتاعنا ده هو احلى حاجة. جوز هند يلا، انا بس هحط الشكلمة في طبق ونختم. وادي شوية فستق. الله، قمر والاطراف المقرمشه دي بقى هتبقى عظمه. استنى نزنق كده عشان تاخد حبه كمان من اخواتها معاها. وممكن نجيب الستاند الصغنطوط نحط عليه الباقي ويبقى كده. النهارده عملنا ايه؟ مجموعه من حلويات جوز الهند اللي ليها شعبيه كبيره جدا، ما اعتقدش اي حد ما بيحبهاش. عملنا هسيق بسيمه وهريسه وشكلمه وكلهم قمر، وسهلين جدا زي ما انتم شايفين. ما فيش اي مكونات غاليه، ما فيش اي مكونات غريبه، مفيش اي تكنيك معقد، موضوع بسيط خالص وكله يقدر يعمله. شوية فستق للشكلمة سيب طبق سادة وطبق بفستق من باب التنويع يعني. بس كده